فين بقية الطلبة؟ مشيوا. فين الغياب؟ صباح الفل يا مس منال. أستاذة منال، أستاذة، أنا مش مس، أنا مدرسة لغة عربية. ولو أي طالب غاب تاني عن حصة اللغة العربية أنا هعمله استدعاء ولي أمر، ولو وصل إن أنا أفصله هفصله. هتفضل اللغة العربية هي الأصل وهي الهوية. أنا آسف جدا 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 على اللي حصل ليلة امبارح. أنا أتمنى إن احنا نكمل كأصدقاء وعمل. ما حصلش حاجة، كلنا كده. شكر شكر جدا جدا جدا. كلنا لما بنشرب بنرجع لأصلنا، وأنت أصلك طيب. شكر. كله من أصلك يا أنا. هننزل مصر كمان كام يوم. حاضر. أهلاً. اهلا يا عم حسن. فاضي ولا مشغول؟ يا سلام، ولو مشغول يعني ايه مشكلة في دارك؟ تعرف تعمل قهوة ولا أعمل أنا؟ بعرف. ما أظنش، لكن ماشي. اتفضل. وريني هتعملها إزاي؟ وأنت بتحب يا علي؟ ها؟ بحب إزاي يعني؟ زي الناس. تحب واحدة إنسانة يعني بني آدم بنت. إيه الغامض في كلام؟ لا ما بحبش. عبيط. لما واحد في سنك كده شاب ما يحبش، أمال مين اللي يحب؟ أنت تحب يا عم حسن. الحب في أي وقت. بتتريق يعني؟ لا والله ولا بتريق ولا حاجة. أنت تحب يا عم حسن. طيب. أنا جيت لك يا عبد معين تعني، لقيتك يا عبد معين تعبان. كنت عايز نعينك في إيه بقى؟ أصل أنا آخر علاقتي بالحب كانت إيه؟ ضحكة تاني نفس الضحكة وراحت ماشية. زي الدنيا ما تيجي في ثانية وتمشي في ثانية. مش فاهم حاجة. ماشي. ما تتجنبنا. مين؟ غنوة عبد الحليم. يعني أنت بتحب عم حسن وعايز تشرى مني أنا؟ يعني لسه يعني مش لدرجة بحب يعني الأول لسه. أنت بتتكلم بجد ولا بتهرج؟ هو إيه اللي بجد ولا بتهرج؟ في إيه؟ مالك؟ إيه الغريب في اللي بقوله؟ لا كلامك مش غريب يا عم حسن. اتفضل القهوة. أصل أنت شاب وأصحابك شباب، فأكيد بقى على دراية بالتطورات اللي حصلت، فجاي ياخد منك النصيحة. قول يا عم حسن. قهوتك مسخة والكلام اللي هقوله لك حلو. عايز قهوة حلوة. بينا على جرجس. شوكليت؟ متشكرة. ريجيم؟ ما بحبوش. الشوكليت ولا الريجيم؟ الاتنين. مال بتحبي ايه؟ اللغة العربية. هي اللغة العربية لغة جميلة وكل حاجة، بس مش لدرجة إن الغياب يخلي طالب بيدفع 30,000 دولار يترفض. ليه؟ هي مش مادة وفيها غياب وحضور؟ وفي قانون وفي رولز. واللغة العربية برضو هي اللي بتخليكي تتكلمي في السياسة؟
نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.